مفيش شك ان جمهور العالمين، ويمكن ما نبالغش لو قلنا ان جمهور الهضبه في مصر كلها منتظر الحفله بكره ان شاء الله في العالمين، وهي واحده من ابرز حفلات المهرجان في الشرق الاوسط كله. في الحقيقه الواحد من اهم الفنانين في الوطن العربي اللي قادرين لحد النهارده يحافظوا على شعبيتهم وفنهم اخر 30 سنه في يمكن ظاهره لناس كتير قوي بتحاول ان هي تدرسها عشان تتعلم منها وتعلم منها الاجيال اللي جايه. اقبال ضخم جدا من الجمهور على حفله الهضبه، وده اللي بيخلينا سعداء جدا. وخلونا نروح لصناع موسيقى عمرو دياب ونعرف منهم كواليس التعامل مع الهضبه واسرار كده عن تحضير يمكن الاغاني. معانا دلوقتي مداخله هاتفيه من الشاعر مصطفى حدوته. يا مساء الفل عليك. زي الفل. ازيكم يا مصطفى؟ انت كتبت اغنيه يا قمر، يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات. يعني اول حاجه عايزه اعرف وحي الاغنيه دي جالك منين، وكواليس بقى التعامل مع عمرو دياب وانت بتوري له كلمات. احكي لنا كده قصه الاغنيه دي جت منين. بصي، هو الاغنيه انا يا قمر هي فكرة مش بتتطلب طقس معين، يعني ان انت تعملها او مود معين. هي فكرة ترتيب الارقام من 1 لـ 12، يعني نشوف ايه موجود في العالم من ده. القمر هو واحد، فلو في اثنين منها تبقى اثنين، لو كانوا ثلاثة يبقى الاهرامات. احنا عندنا اهرامات. طب انا عايز اسالك سؤال رخم قوي، اشمعنى 12؟ 12 عشان الدسه، عشان نوصل لهاتف الدسه. طب كمل وبعدين. يعني هي اصلا الاغنيه دي ابتدت اصلا بالرقم 12 مش بالرقم 1. اوكي. مش برقم 2. هي ابتدت برقم 12، ان انا لو في منها دسه، عارفه تشوف حد حلو كده، يا لو في دسه منك الدنيا تخرب. لو في اتنين منك بيبقى مثل موجود يعني ما بيننا احنا كشباب متداول يعني. مين عرفك على عمرو دياب يا مصطفى؟ يعني مين اللي مين اللي قال لك ان انت دلوقتي ممكن تدي له الاغنيه دي؟ هل انت كتبتها الاغنيه الاول بعد كده حد عرفك على عمرو دياب، ولا كتبتها له مخصوص؟ الاغنيه دي اتكتبت قبل ما اتعاون مع عمرو دياب اصلا بسنه. اوكي. تمام. عمرو دياب طبعا نجم كبير وكلنا نحب نشتغل معاه، كل اللي في الشغلانه يحب يشارك معاه في اي حاجه. من شعر الملحنين كله. ف انا واحد من الناس دي، انا واحد من الناس اللي اتربت على اغاني وحابب ان انا كنت حابب ان انا اشتغل. فالاغنيه دي لما اتكتبت انا ما فكرتش ان انا اعرضها على حد غيره، قعدت على تليفوني سنه. يعني اصلا ما كانتش لحد تاني؟ لا، هي مكتوبه عشان انا اسمعها لعمرو دياب بس لما نتقابل. انا عارف من زمان ان انا هشتغل مع عمرو دياب. من زمان، من اول ما اشتغلت انا عارف ان انا هشتغل مع عمرو دياب، وواثق جدا من ده. وبعدين الحمد لله ربنا وفقني في ده. اشتغلنا اغنيه ثانيه غير يا قمر، قبل يا قمر، وما نزلتش. هي من الحان الملحن محمد يحيى. طبعا ده اخ كبير، وهو اللي معرفني على، يعني هو انا اتعرفت على عمرو دياب من خلاله. عملنا الغنوه الاولى دي وبعدين ما نزلتش. طبعا عمرو دياب بيختار اغاني، يعني محدش بيفهم دماغه فيها، محدش بيفهم هو هيعمل ايه. هو معاه اغاني تاني مني لسه ما نزلتش، لسه ما قررش امتى هو تنزل. بس انا مبسوط بالتعاون معاه جدا يعني. واحنا مبسوطين بالاغنيه اللي كسرت الدنيا، لانه كل الناس بتغني الاغنيه دي، ومتحمسين انه ان شاء الله بكره نسمعها في الحفله. سريعا جدا يا مصطفى، هتحضر بكره الحفله ولا لا؟ لا للاسف انا مشغول. طيب نعوضها ان شاء الله في المهرجان السنه الجايه. ان شاء الله. شكرا ليك الشاعر مصطفى حدوته، بنشكرك، ويعني متحمسين للحفل بكره، والتجهيزات بقى بتاعت الحفله ايه اللي هتحصل فيها وكل حاجه اكيد هننقلها اول باول من خلال برنامجنا.